وأنا إن شئتم أني أخبركم بأفضل راقي في مدينة الرياض أخبرتكم وتسجلون اسمه بعد قليل ورقمه، لكني سأعطيك بعضا من أوصاف الآلام والآثار التي تشعر بها بعض الناس ويتعايش معها، ولربما هي العين أو هي الحسد. تلاحظ التثاؤب المستمر دائما، خاصة إذا دخل الصلاة يتثاؤب دموعه تصب، لا إياك والوسوسة. بعض الناس يقول يا شيخ والله إن كل اللي تقوله حولي ما هي بعيد، أنا أقول الأمر لا إياك والوهم، أقول هذه الأعراض إذا فيك بس اقرأ المعوذتين مع الفاتحة وتنتهي. التجشؤ الدائم، البكاء بدون سبب، اصفرار الوجه، السفعة صفرة مع السمرة، النحافة غير مسببة، تلقى دائما ينحل ينحل ولكن هو لا يعرف السبب، لا سكر ولا ضغط، إنما هو يشعر بعدم بفقدان الشهية ولا علة مرضية. العزلة وعدم حب الناس يسمونه الرهاب، عدم الرغبة في الطعام والجماع والاجتماع، دائما بعيد عن الناس. أيضا الأمراض العضوية المفاجئة تنزل جميع، سكر مع ضغط مع كوليسترول مع جلطة، وتلقاه متلخبط وكل ما عالجوا شيء سكر 700 و600 ثم يرجع 80 عنده هبوط. ارق نفسك مع أخذ العلاج، لا أقول اترك العلاج، احذر، عالج بدنا عضويا وعالج نفسانيا. ولذلك لو فيه واحد عند السيارة تحتاج إلى أيضا الدوار، بعضهم يشعر بدوار دائم. أيضا ترك الأعمال بعد بدايتها، يبدأ متحمس ثم يترك العمل، يبدأ في مشاريع كثيرة ما يختم منها شيء دائما، الله يعظم وهكذا. أيضا الخمول والكسل، كان نشيطا وبات كل أمر يسويه يتعبه، يتعب إذا طلع مشوارين رجع تعبان كأنه صاعد إلا جبل، وكان أول نشيط. كذلك أيضا العصبية، الغضب، وهو من أكثر آثار العين، دائما أول حليم، أبو محمد حبيب لو يطيح جدار جنبه ما التفت، حليم، والحين الآن إذا ركب السيارة يلعن كل من اسقط عليه، ولمسك أحد في فرامل في وجهه أرسل له كلمة الشيطان، وإذا وش فيك يا أبو فلان، وبعد أن يهدأ يقول والله ما أدري وش فيني، لكن أنا ماني بطبيعي، شيء من لا شيء أغضب، من لا شيء أغضب. أرق نفسك، الله يعظم أجرك، أرق نفسك، الأمر يسير، الأمر في يدك. أيضا بعضهم الخوف من الموت، الخوف من الموت وهو الخوف من المرض والموت، بعضهم دائما يخاف أنا بموت، أنا بنتهي، الحياة منتهية. يا أخي الحياة جميلة، لماذا تموت؟ إذا ما يستطيع الخوف الزائد من الموت والمرض عين غالبا. أيضا التفكير في الانتحار، ويقول الأطباء النفسيين مرضى الاكتئاب، يعني تلاحظون حتى بعض الأمهات المريضة تعبانة تقول الله ياخذني وريح، من قال لك إنه إذا خذات بتريحين؟ إذا أنت بتروحين للجنة طيب، هل تريدين الموت حقيقة؟ لا، هذه تعالج، ما يتبين الموت. وبعضهم يفكر في الانتحار، هل الموت راحة؟ هل الخلوص؟ لا، هي عين تلاحقك فجعلتك ضيق النفس، الشيطان يريدك أن تيأس، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أيضا التقيؤ الدائم، وخاصة عند الرقية، إذا رقاك إنسان بدأ يتقيأ، بدأ يقول أنا بدأت تقول طلع اللي فيه لا حرج، إذا رقاه زاد عرق، تثاؤب، بكاء، إسهال، قيء، هذا طيب وأثر من آثار العين يخرج بذلك. أيضا الصداع، بعضهم عند الصداع نصفي دائما، خاصة النصفي دائما ماسكه راسه، البنادول يشتريه أكثر من الخبز والحليب واللبن، تلقى سيارته فوق الطبلون بنادول وفي جيبه، ويأكل ولا يخف. أخي الحبيب عليك بالحجامة مع الرقية، الحجامة مع الرقية، رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصداع احتجم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، احتجم. هذه إذن أثر من آثار العين، وغالبا أثر يخرج بإذن الله بالرقية. هذه بعض أعراض العين، ولا أدعو إلى الوسوسة ولا إلى الوهم، لكننا في زمن كثر فيه أعداء النعم، وتغيرت بعض حياة الناس ولا يعرف من أين أصيب، وبعضهم يئس من الحياة ومن العافية مع أنه لربما كانت عافيته تحت يده وبين يديه. ولذلك أفضل راقي في العالم كله
الذي ينبغي أن تعرف رقمه واسمه هو أنت. أنت لابد أن ترقي نفسك بنفسك، لأنك أنت المضطر. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أنت المضطر. ارق نفسك وارق أبنائك. حبيبنا كان يعوذ الحسن والحسين قبل نزول المعوذتين بقوله عليه الصلاة والسلام: كلما أراد الخروج أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فإذا لما نزلت المعوذتين اكتفى بهما عما سواهما. نحتاج إلى أن ترقى، ولذلك في صلاة المغرب والفجر يسن للإنسان أن يقرأ المعوذتين ثلاثا ثلاثا حتى يقوى التحصين في استقبال الليل واستقبال النهار. يحصن نفسه بقوله بسم الله، لأن قول بسم الله ستر ما بيننا وبين أعين الجان. يكون على وضوء دائم، يصبر على العلاج. بعض الناس الرقية ما يصبر عليها، ولو قيل له خذ علاج السكر 20 سنة أخذه، لكن إذا قيل له اقرأ على نفسك 3 أشهر مل وكل. هو علاج، علاج إلهي. ولذلك علاج العين إذا عرف العائن فإنه يؤمر بالوضوء.